من وانا طفل صغير لما كان عمري بس 10 اعوام كنت بقعد قدام التلفزيون مبسوط قوي ومندمج مع مشاهد كنت بعتقد انها فيلم. كنت بشوف دبابات ضخمة بتكسر بيوت مصنوعة من الطوب والحطب، وبعد ما ينهار البيت اشوف امي كده قاعدة بتعيط وتحط التراب على راسها عشان يجي واحد ماسك سلاح يشيلها من على الارض يربط ايديها وياخدها للمعتقل. وفي خلال ما كانت الام في طريقها للموت كانت بتلتفت بعينيها على اطفالها اللي بيصرخوا من شدة الخوف والحزن على امهاتهم اللي خلاص مستحيل يشوفوها مرة تانية. الغريبة ان كنت دايما واقف مع الدبابات والجنود اللي بيضربوا الامهات، وشايف ان الامهات ضعيفة مش قادرة ان هي تدافع عن نفسها. وانا شخصيا كنت طول عمري بكره الضعف بشكل كبير جدا، ما بحبش اشوف انسان ضعيف ولا مستضعف، ودايما واقف مع الجانب الاقوى. لحد ما فهمت ان انا غلط في يوم من الايام، وعرفت ان في حاجة اهم من القوة وهي الانسانية. لحد ما شفت مشهد ما فارقش خيالي، وخلى الطفل الصغير اللي عمره 10 سنين اللي قاعد بيتفرج على مشهد مش عارف هو فيلم ولا حقيقة يكبر ويبقى عمره اكتر من رجل مسن عمره 60 سنة. شفت مشهد صادم للطفل محمد الدرة ووالده كان بيحاول يحميه من الكيان الصهيوني، ولكن في مشهد محزن جدا وبالتحديد في سنة 2000 وأثناء الانتفاضة الثانية للمسجد الأقصى وسط احتجاج اخواتنا الفلسطينيين من أجل الحرية والكرامة، التقطت عدسة المصور الفرنسي شارل أندريلان المراسل بقناة فرنسا 2 المشهد اللي غير حياة الإنسان اللي قاعد بيتكلم قدامك دلوقتي. مشهد مؤثر جدا للأب جمال الدرة وابنه محمد اللي عمره 12 سنة بس. كان الأب بيحتمي في برميل أسمنتي بعد ما وقع وسط حرب نارية بين الجنود الإسرائيليين وقوات الأمن الفلسطيني، وفي خلال ما الحرب كانت شغالة كانت كاميرا المخرج الفرنسي متجاهلة الحرب بأكملها ومتوجهة للحرب الأكبر والأهم وهي حرب الإنسانية. أب بيحاول يحمي ابنه من الموت، ولكن للأسف وبكل وحشية تطلق القوات الإسرائيلية النيران على الطفل المسكين ووالده ويفرقوا الحياة. ودي كانت المرة الأولى في حياتي يا صديقي إن أحس إن أنا متعاطف مع الجانب الأضعف، وأول مرة أقف في صف الإنسانية ضد القوة، وعمري بس كان 10 سنين. أول مرة في حياتي أفهم يعني إيه دولة، وأول مرة في حياتي أفهم يعني إيه شعب، وأول مرة أفهم إن المشاهد اللي أنا قاعد بشوفها دلوقتي هي مشاهد حقيقية فعلا لدولة وناس عايشين في أرض الواقع، مش مجرد مشهد تلفزيوني في دولة تانية فيها إخواتنا اللي بيحاربهم وهي دولة فلسطين. بعد مقتل الطفل المسكين ووالده اتعمل لهم جنازة كبيرة جدا، جنازة تخلع قلبك من مكانها، وشفت حب كبير جدا من كل الدول العربية لفلسطين، والكل كان رافع شعار وصور الأب وابنه الشهيدين الأبطال. واللي اكتشفت مؤخرا ان في آلاف الأبطال يوميا بيكرر معاهم نفس السيناريو، ولكن الفرق الوحيد هو ان قوات الاحتلال قدرت تمنع الكاميرا من التقاط المشاهد دي. بدأت الأول مرة في حياتي اهتم واسأل أهلي وأقول لهم هو ايه اللي قاعد بيحصل، وهل اللي بيحصل ده فعلا حقيقي ولا مجرد مشهد تلفزيوني؟ اهلي ردوا عليا بما اني طفل صغير بكل بساطة وبطريقة مبسطة جدا عشان يشرحوا لي ويفهموني ايه اللي بيحصل. قالوا لي اللي بيحصل ان الارض اللي انت شايفها دي هي ارض الشعب الفلسطيني، فلسطين دول هم ناس مسلمين زينا واخواتنا، اخواتنا المسلمين اللي عايشين بيتعذبوا قدام عينينا، والناس التانية اللي عايزة تاخد ارضهم دول اسمهم الاسرائيليين، ودول ناس كفار ووحشين عايزين ياخدوا الارض بتاعتهم بالقوة، ودول ماسكين في ارضهم ودول بيضربوهم عشان يخرجوهم من الارض بتاعتهم غصب عنهم. قلت لهم بكل تلقائية يعني دول اخواتنا فعلا؟ قالوا لي اه. قلت لهم طب ليه احنا ما بنروحش نتجمع كلنا ونضرب الناس الوحشة دي ونخرجهم من الارض ونقف مع اخواتنا؟ مش انا اخويا الصغير مثلا لو عنده لعبة صغيرة وفي حد في الشارع قبله وضربه وخد منه اللعبة، مش اكيد انا دوري كاخ كبير اروح لبيت الشخص ده واضربه زي ما ضرب اخويا واخد اللعبة منه؟ وهنا طبطبوا عليا بالراحة وفهموني وقالوا لي في ناس كبيرة اقوى مننا بتحاول ان هي تحميهم، والناس دول اسمهم امريكا. في الوقت ده بدأت افهم يعني ايه امريكا ويعني إيه اسرائيل ويعني ايه فلسطين، وبدأت افهم ان في دول فعلا محتلة وشعوب عربية بتتعذب واحنا عايشين بناكل ونشرب ومبسوطين. وفضل كل يوم السيناريو يتكرر قدام عيني، اروح اشوف نفس المشاهد كل يوم ونفس الاخبار كل يوم، وانا قاعد متضايق جدا من اللي قاعد بيحصل ده ونفسي اغيره واعمل اي حاجة. وكل يوم بكرر نفس السؤال، هو احنا امتى هنروح ونضرب الناس الوحشين دول عشان نخرجهم من الاراضي بتاعتنا ونرجع اخواتنا يعيشوا في سلام زي ما كانوا بيعيشوا؟ وكل مرة كنت باخد نفس الاجابة ان احنا لحد دلوقتي مش عارفين نعمل اي حاجة، ودي كانت اجابة مش مرضية ومستفزة جدا ليا. مرت الايام وكنت كل يوم بقعد اتفرج على نفس السيناريو بيتكرر،
إخواتنا بيوتهم بتتهد عليهم، الدبابات والجنود مستمرين في نهب وسرقة أراضيهم وخيراتهم، والإعلام بيعلن نفس الأخبار كل يوم. استشهد اليوم 50 فلسطينيا من بينهم 5 أطفال و10 نساء وشيوخ، ما عندهمش أي رحمة ولا إنسانية، ما بيفرقوش بين المسن العجوز اللي مش قادر يحمي نفسه ولا الطفل الرضيع اللي لا حول له ولا قوة، بيخربوا وينهبوا بدون أي مشاعر ولا رحمة ولا إنسانية. وبتنتهي القصة على إيه في النهاية؟ بتتدخل أمريكا وبعض الدول العظمى عشان تحل المشكلة. بتحل المشكلة بشكل صوري جدا عن طريق إن هما بيعملوا معاهدة اسمها معاهدة سلام، معاهدة سلام مع الحرامي اللي داخل يسرق بيتك. خليني أوضح لك الموضوع واشرحه لك بشكل مبسط جدا عشان تفهمه. تخيل إنك قاعد في بيتك وعندك بيت صغير كده عايش فيه إنت وأسرتك، مامتك وأخوك وأختك وزوجتك، وانت عايش في البيت ده طلع حرامي من على السطح عندكم ونزل من السلم، واول حد شافه في وشه كانت هي مامتك، فبدأ ان هو يعتدي عليها. على طول طلعت لما مامتك بدأت تصرخ ورحت عشان تضرب الحرامي، ولكن الحرامي طلع بجح وبدل ما يجري بدأ يواجهك وحصلت بينكم معركة. في الوقت ده الاهالي اتصلوا بالشرطة، فالشرطة جت عشان تحقق في الموضوع، فعرفت ان الحرامي طلع لبيتك عشان يسرقه. الحرامي بكل بساطة قال انا ما عنديش بيت اعيش فيه، وكنت عايز البيت ده عشان اخش واعيش جواه. والشرطة فاجئتك بقرارها البشع جدا، وهي ان هي هتقسم البيت بتاعك بينك وبين الحرامي، ولكن انت مش موافق على اللي بيحصل، وعمرك ما هتوافق ان الحرامي ياخد نص بيتك. ازاي الشرطة تعمل حاجة زي كده؟ فبدأت الشرطة تهددك وتقولك لو ما وافقتش بالذوق هناخد بيتك بالقوة، فاضطريت انك توافق. ولكن لما الحرامي جه جوه بيتك قالك وانت فاكرني ان انا هقعد كده من غير ما يكون عندي اهل ولا اسرة؟ انا لازم اتجوز مراتك. وبدأ يجبرك ان انت تطلق مراتك وتتجوزها. ما وافقتش، فراح للشرطة اللي نصفته في المرة الاولى، طلب منها ان هي تجوزها، ان هي تجوزه مراتك. فالشرطة قررت ان هي تطلق مراتك منك وتجوزها للحرامي. في اللحظة دي الحرامي بقى بيمتلك نص بيتك ومراتك. تصحى كل يوم الصبح وتشوف مراتك وهي نايمة في حضن الحرامي بالعافية غصب عنها، وفي قوة عظمى بتسيطر عليك وهي الشرطة اللي بتمنعك من انك تخرج الحرامي من بيتك. وكمان انت كبرت في السن والحرامي لسه في عز شبابه ومعاه حاجات كتير اقوى منك يقدر يدافع بيها عن نفسه، فانت حرفيا قاعد مفيش في ايدك اي حاجة، متحاصر من كل الجوانب. ببساطة شديدة جدا هو ده اللي بيحصل بالظبط من الاف السنين، او من مئات السنين عفوا، هو ده اللي قاعد بيحصل مع الشعب الفلسطيني بالحرف الواحد. الناس بتخش تحتل اراضيهم، والكيان الصهيوني بيجبر الشعب الفلسطيني على ترك بيته واولاده وكل حاجة بالقوة وبالعافية، وفي ناس كتير بتدعمهم واقفة في ظهرهم. فاحنا دلوقتي هنفضل نكرر نفس السيناريو، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. واحد خد منك حاجة بالعافية مش هتعرف ترجعها أبدا أبدا، لا بالمفاوضات ولا باتفاقيات السلام، وما ينفعش يكون في سلام بينك وبين الحرامي. إزاي هتعمل معاهدة سلام بينك وبين واحد داخل يسرق بيتك؟ إزاي؟ يعني اقنعوني ازاي في حاجة في العالم اسمها معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني. في اللحظة اللي بكلمك فيها دلوقتي يا صديقي، في اشتباكات قوية جدا في ساحة المسجد الاقصى بين الشعب الفلسطيني العظيم وبين قوات الاحتلال الاسرائيلي، وفي متظاهرين فلسطينيين في كل مكان بيحاولوا يستردوا كرامتهم، بيتم اطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم، وفض المظاهرات بالرصاص الحي، في ابراج ضخمة بيتم ارسال تهديدات لاهلها عشان يفضوها، وبعد ايام بيتم ضرب الابراج الكبيرة دي بمئات الصواريخ اللي بتوقعها في الحال. الصواريخ دي بعد ما بتوقع العمارات الكبيرة دي بيكون فيها مئات الاسر اللي عايشة بتاكل وتشرب وحياتها كلها جوه. الاسر دي كلها بتتشرد وبتعيش في الشارع، منهم مئات الاطفال والعائلات اللي هتقضي بقى عمرها في الشارع، لو ما ماتتش بسبب رصاص المحتلين هيموتوا من شدة الجوع والعطش. في اطفال بيتم اخدهم للمعتقل، نساء وعرب، اخواتنا بيتم اغتصابهم، واباء بيفقدوا اسرهم بالكامل، وشباب بتضيع اعمارهم. تعذيب وقهر لاخواتنا الفلسطينيين من الكيان الصهيوني اللي ما عندوش اي شرف ولا نخوة. ودايما بنرجع لنقطة الصفر، الفلسطينيين قضيتهم بتتنسي لحد ما بيحصل مجزرة كبيرة جدا، ويرجع الاعلام يتكلم ويسلط الضوء على القضية الفلسطينية مرة تانية، وفجأة بينتفض العرب سبحان الله مرة واحدة، والوطنية والوحدة كده تبان عليهم. وبرضه بنرجع تاني لنفس النقطة، اللي احنا بنعمله كله بعد الانتفاضة دي هو ان احنا كلنا بنقول احنا متضامنين مع الفلسطينيين، لكن مفيش حد بيتحرك ويعمل اي حاجة.
عمر أبدا ما الأغاني والهتافات هي اللي هتحرر القدس ولا فلسطين، عمر أغنية على عهدي على ديني مش عارف طول عمر فلسطيني لما تعمل عليها على التيك توك وتفضل مبرق ومفتح عينك، ده مش هيرجع القدس ولا هيفيد بأي حاجة. عمر الهتافات اللي في الفاضي اللي احنا بنعملها ما هتحرر فلسطين. في حاجات كتير قوي يا أبطال لازم نعملها، وفي حاجات لازم نقولها في هنا في المنصة دي عشان نوعي الناس ونفهمهم. مجرد كلامك عن القضية الفلسطينية مش هو الدعم الكافي، وده كان الإجابة على سؤال اتبعت لي كتير جدا على الانستجرام، وهو مارو هو انت بتكره فلسطين؟ مارو انت ازاي ما عملتش فيديو مخصص عن القضية الفلسطينية؟ مارو انت ليه ساكت وما بتتكلمش؟ الحقيقة أبطال هو ده السؤال اللي خلاني اقعد النهاردة واتكلم عن القضية الفلسطينية، بالرغم من اني كنت ناوي انزل حلقة النهاردة عن قصة، ولكن اتفاجئت ان انا صاحي من النوم عايز اتكلم عن القضية الفلسطينية بسبب الاستفزاز اللي شفته على الانستجرام من بعض الناس. اكيد هما مش فاهمين سكوتي صح، وطلعت عشان ليا حق الرد ولازم افهم الناس انا ليه ساكت. لما دخلت على اليوتيوب بعد موضوع القضية الفلسطينية ده ما انتشر، لقيت اربع انواع من الناس، منهم نوع انا استحقرته جدا جدا. النوع ده هو السبب الاول والاخير اللي خلاني ما اتكلمش عن القضية الفلسطينية، وهو واحد من الناس او مش واحد، هما مجموعة من اليوتيوبرز مش عايز اقول اسماء، ولكن الناس دول بدأوا يتكلموا عن القضية الفلسطينية بشكل مستفز جدا. واحد فلسطيني ماشي في الشارع يطلع يقولك شاهد قبل الحذف فضيحة الفلسطيني اللي مش عارف عمل ايه، واحد يهودي مثلا بيقول رسالة تهديد للعرب يقولك مثلا تم تهديدي من قبل الكيان الصهيوني، بيكتب عناوين مستفزة وبينشر اكتر من فيديو او اتنين او تلاتة او اربعة في اليوم عن فلسطين. السبب هو ان هو لما رفع اول فيديو جاب ملايين او جاب مشاهدات عالية، مش ملايين لان هو مستوى اصلا ما كانش بيجيب ملايين، وانا بتكلم عن شخص بعينه وعمري ما هقول اسمه، بس لقيته بينزل اكتر من فيديو. بصراحة انا من جوايا اتقرفت لاني كنت بتفرج على بعض الفيديوهات للشخص ده وكنت بحب اتفرج عليه، لما لقيته بيعمل كده حسيت ان هو بيستغل الموضوع بطريقة بشعة وقذرة جدا. ده من وجهة نظري، وده الحاجة اللي انا شفتها بعيني لان انا يوتيوبر وعارف تفكير الناس ازاي، عارف تفكير اليوتيوبرز بيفكروا ازاي في الفيديو، فعارف ازاي الشخص ده فعلا حابب ان هو يدعم قضية معينة، ولا الشخص ده حاطط عنوان عشان يجذب الناس ويجذب مشاهدات. لما شفت النوع ده من الناس انا اتقرفت جدا، يعني جال احساس كده من جوايا لا ما تطلعش تتكلم عن القضية الفلسطينية، وبقيت بدعي ربنا والله وانا بصلي يا رب ما تحطنيش في موقف نفس الشخص ده مرة تانية. يمكن الناس الابرياء اللي بتفكر بحسن نية مش فاهمة هو بيعمل ايه، بس الشخص ده حرفيا قاعد بيتكلم عن فلسطين ويدعم القضية يعني بحب قوي عشان المشاهدات. خليه يعمل فيديو والمشاهدات بتاعته تنزل عن القضية الفلسطينية ورب ما يتكلم عليها مرة تانية. انا كان ممكن اكون اول واحد اتكلم عن القضية الفلسطينية واول واحد انزل فيديو عن فلسطين واتكلم واعمل فيديو مؤثر جدا يكسر الدنيا ويجيب مليون مشاهدة، بس انا كده كنت بتاجر بالشعب الفلسطيني، بتاجر بدم اخواتي الفلسطيني اللي قاعدين بيحاربهم، وانا قاعد في مكاني هنا بعمل فيديو بغرض وهدف ان انا اجيب شوية مشاهدات. طبعا ممكن حد يقولي دلوقتي يا مارو انت ليه بتتكلم كده، انا اول مرة اشوفك بتتكلم عن حد بالطريقة دي وانت دخلت جوه نيته وعرفت ان هو بيعمل كده. بص يا صديقي، انا كانسان يوتيوبر لما بشوف فيديو بعرف هل العنوان ده مضلل ولا حقيقي. الشخص ده بيستخدم عناوين وصور مصغرة لاخبار كاذبة، زي مثلا تم تحرير القدس، تخش تلاقيه بيتكلم على ان فلسطين ومش فلسطين، وكلام ملوش علاقة اصلا بالقضية الفلسطينية، هو مجرد ان هو يحط اسم فلسطين في الفيديو عشان المشاهدات تعلى. فعشان كده انا بقولك الموضوع مش محتاج ان انا اخش جوه نيته وان انا اعرف نوايا الناس، الموضوع واضح زي الشمس. ربنا يبعدنا عن النوع ده من البشر، ويا رب ما اكونش واحد منهم في يوم من الايام، ويا رب الفيديو ده ما يكونش نيتي كده جوايا ان انا عايز مشاهدات كتير منه، لان انا ما احبش اكون النوع القذر ده من الناس. في نوع تاني من الناس، وهو النوع اللي انا احترمته جدا وشلته على دماغي، وهو النوع اللي اتكلم عن القضية الفلسطينية في حدود معرفته، قال يا رب اقف جنب فلسطين، يا جماعة انا بدعم القضية الفلسطينية، بدأ ينزل منشورات خفيفة عن فلسطين، مش يعمل 50,000 فيديو عن القضية الفلسطينية بهدف جذب المشاهدات. في نوع تالت من اليوتيوبرز، ودول الناس اللي انا عايز اقول لهم نصيحة اخوية مني ليهم، هما ناس محترمين وانا بحبهم ومتابعهم جدا، قرروا ان هما يوقفوا المحتوى بتاعهم عشان القضية الفلسطينية. طيب خلينا نفكر في الموضوع بالراحة، انت وقفت المحتوى بتاعك عشان انت بتدعم القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية دلوقتي اللي هتتأثر بانك وقفت الفيديو ولا هتخسر حاجة لما تتكلم؟
فايه الطريقه اللي انت تدعم بيها القضيه الفلسطينيه كواحد بتحب فلسطين؟ اول حاجه ان انت تخلي مثلا، يعني الناس انا بتكلم عنهم دول ابطال عندهم ملايين، يعني يمكن انا عندي 300,000 لسه او 320,000، رقم صغير شويه، انما دول عندهم ملايين وعندهم جمهور فعلا اكبر مني بكتير جدا. ولكن انا شايف ان هم بدل ما يوقفهم، لو هم عايزين يدعموا القضيه الفلسطينيه فعلا من قلبهم يعملوا فيديوهات، وممكن بفلوس الفيديوهات دي يتبرعوا بيها لصالح القضيه الفلسطينيه. حاليا هنا اسمه دعم، او مثلا يلموا تبرعات من العدد الكبير جدا من الناس اللي بيتابعهم، وكده برضو هم بيدعموا القضية الفلسطينية. كده انت اسمك داعم للقضية الفلسطينية، انما سكوتك وانك توقف فيديوهات وتوقف مستقبلك او توقف حلمك او توقف اي حاجة انت بتحب تعملها عشان القضية الفلسطينية، فعذرا ده مش دعم حقيقي، ده دعم بس مجرد من جواك حس ان انت بتدعم لكنك مش بتدعم. انت كده ما بتعملش اي حاجة، لا بتأثر بالإيجاب ولا بالسلب. انا ما بقولش ان اللي انت بتعمله غلط او صح وما بحكمش عليك، لان دي حرية شخصية، بس دي كانت نصيحة صغيرة مني. في نوع رابع من الناس، وده الاخير، وهو النوع اللي بدأ يفهم الاطفال الصغيرين والجيل اللي طالع يعني ايه قضية فلسطينية، عشان الاطفال محتاجين يعرفوا جدا يعني ايه فلسطين، ويعني ايه ارض اتخذت من اهلها. ولازم نفهمهم بطريقة بسيطة زي ما انا قاعد بتكلم دلوقت. مش شرط كل الفيديوهات تطلع تتكلم عن وعد بولفورد ومن لا يستحق لمن لا يملك والكلام ده كله، مش لازم الكلكعة في الكلام، مش لازم نبان ان احنا مثقفين. ممكن نوعي الناس الصغيرة اللي بتتفرج علينا، وممكن نتكلم بطريقة بسيطة في الموضوع ده بالذات بأبسط الطرق الممكنة، عشان نعرف الوطن العربي كله يعني ايه قضية فلسطينية ويعني ايه فلسطين. اتمنى يا ابطال ان كل واحد فيكم يكون جواه حب فعلا لفلسطين، وشايف وفاهم وعارف يعني ايه فلسطين، ويكون الفيديو ده قدر ان هو يفهمكم معنى كلمة فلسطين ومعنى القضية الفلسطينية ومعنى كلمة شخص بيدعم القضية الفلسطينية فعلا، وبين شخص بيستغل الموضوع عشان شوية مشاهدات. اتمنى ما تثقوش في النوع ده من الناس، لان النوع ده من الناس حرفيا جعان جدا، ممكن يعمل اي حاجة عشان بس يجيب مشاهدات. اتمنى ان انت تنشر الفيديو ده مع صديقك بهدف انك توعيه وتعرفه وتفهمه يعني ايه قضية فلسطينية. انشر الفيديو مع الشخص اللي ممكن يستفاد من الكلام اللي انا بقوله، واللي انت شايف ان هو فعلا محتاج ان هو يفهم يعني ايه قضية فلسطينية. وربنا يعلم ان انا بعمل الفيديو ده بهدف ان انا من جوايا بحب الشعب الفلسطيني، بحب فلسطين شعبا وارضا، بحب كل حاجة تخص القدس، وبحب ديني، وبحب كل حاجة تدافع عن القضية الفلسطينية. فمش هدفي المشاهدات، واتمنى ان ربنا طبعا يتقبل العمل ده مني ويكون عارف نيتي كويس. وبس يا ابطال، خليكم في امان لحد ما اشوفكم على خير في مقطع جديد، والسلام.